مرحبا بكم مشاهدي ومتتبعي قناة Special Day في حلقة جديدة من حلقات الاندرويد تطبيقات الجديدة. كليا في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى معاينة أفضل تطبيقات الاندرويد لشهر غشت، ومنها من التطبيقات القديمة لكنها ما زالت الأفضل. ننتقل لمعاينة تطبيق أرتيستو أمامكم. اجعل الفيديو الخاص بك عمل فني، حان الوقت لتحويل أشرطة الفيديو الخاصة بك، وقل مرحبا في عصر تقنيات الفيديو الجديدة. هوليوود هو موظفكم الجديد في هاتفك الذكي، هو تطبيق تحرير أفلام الفيديو التي تمكنك من التقاط العالم وإضافة رؤيتك الفنية. تحمل معك موكب للتطورات التكنولوجية والفنية للحصول على نتائج رائعة. سيصبح الفن شيء بسيط مع هذا التطبيق. لدينا في مرتبة الثانية تطبيق FlyTube. يقدم لك هذا التطبيق المميز طريقة جديدة وجميلة لمشاهدة أشرطة الفيديو يوتيوب على جهازك في أي مكان تريد. يعني كما تلاحظون هكذا، سوف نضغط هنا وتلاحظون يمكنك مشاهدة الفيديو الذي تريد أينما ذهبت في جهازك النقال كما تلاحظون. والآن مشاهدي الكرام سوف ننتقل إلى لعبة رائعة ومميزة، لعبة الموسيقى، واللعبة التي احتلت المرتبة الأولى في صنف هذه الألعاب وهي بوليفورج. هيا أمامكم بوليفورج، تشكيل بلورات رائعة في سيمفونية من الأشكال والأصوات والألوان، تزوير أشكال جديدة من خلال ضرب كل الأطراف، لا تضغط على الجانب نفسه مرتين، رسومات بسيطة وجميلة، صوت هادئ في الغلاف الجوي، تنافس مع العديد من الأصدقاء لتكون رقم واحد في العالم. سننتقل لمعاينة تطبيق سلايد باكس. سلايد باكس يمكنك من تنظيم معرض الصور الخاص بك بحركات بسيطة وبسرعة التنقل من خلال الصور في كامل الشاشة. حرك إصبعك لإزالة الصور الغير مرغوب فيها واختيار الألبومات ومقارنة الصور المتشابهة والمزدوجة بكل سهولة وبساطة مع هذا التطبيق الرائع. والآن سوف نذهب لمعاينة التطبيق الخامس وهو تطبيق إيزوتوب. التطبيق إيزوتوب هو تطبيق فريد من نوعه. إيزوتوب الجدول الدوري للعناصر الكيميائية في حد ذاته هو اختراع رائع ومظهره جذاب، يسمح لك الاستكشاف كل العناصر الكيميائية مع واجهة المستخدم ذات جودة عالية. يمكنك من الحصول على معلومات مفصلة حول كل عنصر، ومن مميزاته 118 بند، الرسوم المتحركة الغنية، صور عالية الجودة، لا توجد إعلانات، مقياس درجة الحرارة والأبعاد.
والآن سوف ننتقل إلى البرنامج الفريد من نوعه، هو قديم لكن ما زال مميز في المرتبة الأولى، وهو تيوب فيديو داونلودر. يمكنك من تحميل أي فيديو من اليوتيوب أو الانترنت إلى أي شكل MP3, MP4, Full HD. هذا هو أفضل وأحسن تطبيق لتحميل فيديوهات اليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام. حمل كل ما تريد فقط بالدخول إلى تيوب فيديو داونلودر، وتقوم بالدخول إلى اليوتيوب والفيسبوك وتحميل كل ما تريد، سوف تجده مع ملفاتك على هاتفك الذكي. والآن سوف ننتقل إلى البرنامج السابع، وهو Recurrence. هو تطبيق يساعدك على تكرار أو تذكر الأشياء المهمة في يومك، تذكير يومي وأسبوعي وشهري وسنوي. تقرر فقط ما تريده أن يذكرك، وسيفعل Recurrence ذلك بجدارة وبكل تأكيد، ويمكنك من إضافة الرموز والألوان للإشعارات الخاصة بك لتكون دائما في الموعد. والآن سوف ننتقل إلى البرنامج الثامن، وهو Better Life Hacks. هو أمامكم، يتيح لكم الملايين من الأفكار المهمة في حياتنا اليومية ونصائح تساعدنا على أن نكون أكثر إنتاجية وصناع ومبتكرين، ونتعلم كيف نقتصد ونكون دائما في حالة جيدة وصحة جيدة. قائمة النصائح اليومية دائما في تزايد مستمر، وستجد كل النصائح الذكية التي سوف ترغب فيها وتحتاج إليها في حياتك اليومية. تطبيق سيجعلك تنبهر وتفتخر بقدراتك الذكية والخارقة ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء. والآن سوف ننتقل إلى برنامج Circle Sidebar، الدائرة الجانبية أو الشريط الجانبي. التطبيق الجميل لجعل الروبوت الخاص بك على نحو أفضل، ويوفر لك سهولة تعدد المهام مع أي مكان وزمان. سهل سريع يشتغل في الخلفية، ويوفر لك الكثير من الخصائص التي يمكن الوصول إليها بسهولة من أي شاشة. مع انتقاد واحد فقط جميع إعداداتك تصبح في اليد، مع تجنب الارتباك والنسيان قائمة جميع برامج هاتفك بلمسة واحدة، مع اختيار العديد من الأشكال والديزاين الجميل والمميز. والآن سوف ننتقل إلى البرنامج العاشر، وهو Wave Keyboard. لوحة المفاتيح الوحيدة التي تجمع تماما خوارزمية التصحيح الذاتي مع صور ذات جودة عالية مذهلة وصور متحركة وجميلة. إليكم آخر تطبيق، وهو تطبيق 11 ميني فور فيسبوك. هذا أحسن تطبيق الفيسبوك، أفضل من فيسبوك ليت، يعمل بسرعة وبأمان وسهولة وذو جودة عالية ورائعة حتى مع الهواتف الضعيفة الأداء. يعمل بجدارة مع 3G وال4G والواي. كما تلاحظون هو سهل للغاية، وعنده يعني جودة ممتازة ورائعة، ويعمل بسرعة، وفيه الكثير من المميزات والكثير من الإضافات كما تلاحظون هنا. إذا أردت الرياضة تجد الرياضة هنا، سوسيتي ميديا ديفيرتيسمون إستوار، وكل ما تريد. يعني ميني فور فيسبوك هو أفضل تطبيق للهواتف، خفيف وجميل وبسيط. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم حلقة اليوم، والمرجو الضغط على زر سبسكرايب أو سابوني أو الاشتراك للتوصل بباقي برامجنا إن شاء الله، والضغط على زر لايك إذا أعجبتكم حلقة اليوم، ولا تنسوا مشاركتي بكومنتاتكم وملاحظاتكم. دمتم في رعاية الله، وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.